السلام عليكم ورحمة الله إخوان أصدقاء الطبيعة لعين الطيور، تبارك الله جميع الإخوان أو القائمة إلى آخرها. عند الاقتناء ديال الإخوان ديالنا ملي كيمشيو يقتنيو فرخ الحسون كما كنقولو من القرع، كاين اللي كيعرف يقتني الفراخ، كاين اللي كيدي معاه صاحبو كلش. المهم ملي كيقتني الإنسان الفريخات ديالو كيجيبو من الدار، كيحاول يفكتيهم يديرهم في شي قفيزات يكونوا كبار سيباري ولا هادي، يطلقهم تما على الاقل واحد السيمانه كيستانسوا، كيولي يعرفوا الماكله، كيولي يعرفوا الماء فين كيتواجد، لحقاش ديك القريعه ديال الماء. كتجي داك الشيء غريب، واخص لك الفكريه كبيره، خص الماء يكون باين ليه مزيان، يكون واضح ليه، يكونوا شرابات جوج ثلاثه ديال 30 ملم ولا ديال 50 ولا كما داروا الاخوان. كنخليهم على الاقل واحد السيمانه ولا 10 ايام حتى الفريخات كيجمعوا ريوسهم، من بعد كنفيكتيهم على القفيزات اللي غنديرهم فيهم. وملي كنفيكتيهم في القفيزات كنحاولوا نديروا واحد الفاصل ما بين الطير والطير، كيولي يعرفوا المعيلفه وعارفين الشرابه منين يشربوا، عارفين منين ياكلوا. كنحاولوا نديروا واحد الفاصل ما بين الطير والطير، ما كيبانش لبعضياتهم، وكنمشيو مع الفريخات. كاين بعض الاخوان اللي كيبغي يحفظ الفريخات، وكاين بعض الاخوان اللي كيمشي عادي مع الفريخات عادي، داك الكلام اللي هاز من البريه كيجيبوا معاه وكيكونوا الاخوان مقتنعين به. بالنسبه العمليه ديال غيار الريش، كما قلنا الاخوان كنخليهم واحد السيمانه في السيباري، من بعد كنفيكتيهم في قفيزات ديالهم عاديين اللي غيدوزوا فيهم مرحله ديال غيار الريش. واحد المساله اللي كان اللي بغيت نوضحها بالنسبه للاكل، الاكل خصو يكون نظام غذائي متنوع ومتكامل موجود فيه كل شيء، الحبوب السوداء الخضار كل شيء، ما كاين ما خص يكون حتى شي نقص. لحقاش الفرخ داخل على واحد المرحله اللي غينهك فيها الطاقة ديالو، مرحلة ديال غيار الريش الإخوان، راه الفرخ راه كيستنزف واحد الطاقة ما تصوروش، باش كيرجع داك الرويشات ويرجع داك الهندام ديالو يكون مزيان وفي واحد الشكل اللي هو كنكونو حنا المربي راضين عليه. عندنا الفريخ الإخوان كيدوز عندنا واحد المدة ديال 20 يوم حتى 25 يوم، هادي على اقصى تقدير. من بعد كنداو الفريخات ديالنا اللي رفيه الميكسين، كنحاولوا نداوو مع القميله، وكنحاولوا نجيبوا ديك اموكسيل، كنداوو الديدان حتى هما، باش كندخلوا الطير يكون مرتاح ما يكونش مبرزط مع شي حاجه، هادشي ضروري خصو يدار. بالنسبه للاكل الاخوان قلنا الاكل يكون نظام غذائي متوازن ويكون شامل، ما نكون نحرموا الفريخات ديالنا من حتى شي حاجه، كاع ديك الطاقات غادي يحتاجوا من الفراخ، بروتين كالسيوم بوتاسيوم منغاني، كلشي هادشي اللي ما كتوفرش في الحبوب كتوفر في الخضار الياف وما جوارها. اما بالنسبه للطريقه ديال البداله اخوان، كما قلت راه كله وطريقته، كاين اللي كيديروا في كرتونه، كاين اللي كيديروا في صندوقه، كاين اللي كيديروا في شكاره، كاين اللي كيديروا في شكاره ويديروا في ماريو ويزيد عليه شي حاجه. المهم كاين اللي كيخليه عريان، كيدوز البداله ديالو عريان عادي. بعد الفريخات اللي كنكون انا ما غنحفظهم ما والو، كنحاول كنحطهم في واحد البليصه اللي حطيتو فيها النوبه الاولى قبل مني دوز عندي واحد 10 ايام، وكان فيه كتيف قفيز ديالو صغير، كنحاول نحطو في واحد البليصه كما كنقولو كيوكر فيها. مني كنعومو مثلا الا كان بالامكان نعومو يوميا كان احسن، وشميشه يوميا مده ديك 15 يوم الاخرى اللي غيبقى عندي كنهيئو باش يدخل البداله. المهم كما قلت الاخوان، الا كان الانسان متوفر ليه واحد شومبر فين داير ليرباج ديالو، فين داير الفريخات ديالو مزيان، يقدر لما غيحفظ ما والو يقدر الفريخات يخليهم هكاك نيت عريانين. اولا شي كاع الاخوان راه درنا تجارب، كاع الفرخ كيكون كاع عريان وكيحفظ، كاع الفراخ ديال الشوك تبارك الله كيكونوا شي فراخ مميزين. و شنو نقول لك،
يقدر يهز لك الكلام كاع كامل اللي عطيتيه، بالاخص لا كاينه شي حاجه حيه. كاين بعض الاخوان اللي كنعرفهم كيبريباري واحد الميسو او واحد طير مقنين وكيحفظو مزيان كيوجدو لهاد الوقيته وكيحطو على الفريخات. كما قلنا كاين اللي كيغطي الفار، كاين اللي انا مع لكتي تغطيه تلكتي مثلا شي ميسو ولا هادي هذاك تلا غطيتي. اما بالنسبه للمقنين كيبان لي الاخوان الا ما كانش شي مشاركه في شي كونكور ولا هادي ما كانش انسان لاش يعي راسو يقدر يخدم مع الفرخ. هو باش غيكون يخرج ليه مثلا شي حاجه فينو، راه عند الناس المالعيه كما كنقولوا الكبار، والفرخ ما كيخرجش فينو كاع، راه كيدار بواحد العامين ثلاث سنين يلا كيخرج واحد. وهذا الشيء حنا كنحاولوا نبسطوا، ومن بعد الاخوان هما غيدركوا هذا الشيء وغادي يعرفوه، وغي ديك الساعه غيولي احتراف. ديك الساعه غيولي كيفاش عارف كيفاش يخدم، غيجي في صناديقه وكاتمه للصوت وحفاض. وواحد المساله اخرى بالنسبه للاخوان، الفريق كيدوز البداله، كيقول لك كيدوز البداله كنحفظ فيه ما كيعوم ما كيخرج للشمس ما ولا، هذا غلط واكبر غلط. اولا مثلا كنحفظ فيه ميسو ولا مقنين ولا هادي، كيقول لك كنعطيه غير الزوان البريق الزوان والماء لا غير، ولا اعطيه بعض القطرات ديال خل التفاح ولا لا. خص النظام الغذائي يكون متوازن، الفراخ كيحتاجوا كاع الفيتامينات البروتينات الكالسيوم املاح معدنيه عضوي كل شيء كيحتاجوه لهاد المرحله، لحقاش هو كما قلنا كيستنزف ديك الطاقه ديالو وكيحاول يعوض داكشي اللي تعطيه. مالك تعطيه الزوان والماء راه الفرخ ما يقدر يعيش ويربي الريش وهادي، ولكن راه ما غاديش يعمر عندك، ما غيفوتش واحد ربما ما غيوصلش للبداله الاخرى. ربما كيبغي يخرج من البداله تقدر تخرجو يموت، كاين بزاف الحوايج. اما اذا كان نظام غذائي متوازن، وان الفريخ راه كيعوض ديك الطاقه وداك الشيء اللي خسر راه كيحاول يعوضو من داك الشيء اللي كتمدو. الاخوان ضد المساله كما قلت لكم ديال الزوان والماء، ما صالحاش للفراخ. البشر لو بقيتي متبع واحد الوصفه غذائيه وحده غادي يملها ويوقع ليه الملل وربما يدخل في فقر الدم ولا، راه بحال بحال. غير كما قلت لكم الاخوان جوج الحوايج ما ينساوهمش الاخوان، واخا في عمليه غيار الريش هما ثلاث الحوايج، واخا في عمليه غيار الريش الاكل يكون متنوع والتشماش والعومان، هاد ثلاث الحوايج ما خصش شي حاجه تكون ناقصه فيهم. وان شاء الله الفريخات يخرجوا بخير وعلى خير. وراه شحال من واحد كيدير سنيدقات كيحفظ هادي وفي الاخر ما كيطلع ليه حتى شي حاجه، وشحال من واحد انا كنعرفو حاط الفرخ عريان وحاط عليه الكلام كما كنقولوا المنقار حي، شي حاجه اللي حيه وكيسمع وتبارك الله مشى بعيد. كيبقى داك الشيء سخره الله، سخره الله الا انت ترك تعمل العمل ديالك، ولكن الله كيسخر لك في شي طويرات اللي كيكونوا حفاضه، شي طويرات اللي كيكونوا هما قابلين باش يهزوا الكلام. اما كاين بعض الفريخات اللي كيكون كيجي كارت ميموار عندهم عامره من عند والديهم ولا من عند بعض الطيور البريه اللي كتكون مجاوره العش اللي تولدوا فيه، كيجي كارت ميموار عنده عامره واخا تبقى تسمع فيه ما حتى حاجه ما كيكابتها حتى حاجه ما يشدها. الا شفت لك شي مقطع ولا جوج شي خرج ولا جوج لا غير. نتمنى الاخوان نكونوا عطينا ولو نبذه على مرحله غيار الريش وكيفاش خصنا نتعاملوا مع الفريخات ديالنا. غير الحوايج اللي بغيت نذكر بهم، ان نداو الفريخات قبل ندخلوهم مرحله غيار الريش، ليرفيرميكتين، ونحاولوا نداويو بالفيرموكس على حساب الديدان. وما تبقى من الاكل راه ضروري خص يكون متنوع، دارو من خضار حبوب كل شيء، خل التفاح هذاك الشيء كل شيء ما خصو يكون متوفر. الطائر لا بغينا نساعدوه باش يخرج من ديك المرحله بسلام. ونتمنى كما قلت الاخوان نكونوا عطينا واحد النبذه، وتبارك الله الاخوان. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.